تكتشفوا خبايا موقع سيدي بوغاو. ها انتم اللي توحش قنيطرة، ها هو يضرب دويرة فيها. ان شاء الله عندي معكم واحد الجولة هكا تعرفوا على هذا المكان اكثر. راه مكان غزال هنا في قنيطرة. يلا شكون غيبدا، انا ولا انت؟ انتي. السلام عليكم. يلا رضا اللي غيبدا الفيديو. السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ تنتمنى تكون الصحه جيده. المهم حنا خارجين دابا، جينا المهم غنضرب دويره اليوم الحد، وجينا هنا ناخذ واحد الساندويتشات هكا نديو لوليدات يلعبوا شويه بيكالا ياك. كنطو في الدار، شميشه، الجو زوين. مهم صراحة الجو مال وزوين مشي مش. شوفوا الغابة سبحان الله عامرة، الناس دايرين هكا بيكنيك. مايلا الجو زوين، الانسان كيخرج شويه من الجو ديال الدار والروتين. هذه اغنيه المفضله عند ريم. يلا ريم تغني. مشادي You make me wanna cry. ديما ما كتغنيش دابا في الدار، كتغنيها مزيان. هذا المنظر رائع هنايا في طريق مهدية من جهة سي القريبي. هذا المنظر غزال صراحة، كاين هنا المنابات، المهم واحد الجو زوين. شوفو كيف كتشوفو معايا هنايا اللاك من هنا من الفوق كيبان غزال غزال. شوفو الطيور المهاجرة، هي معروفة بالطيور المهاجرة. شوفو شحال كاينين دابا. المهم هادي هي لونطخي ديال لاك كيف كتشوفو معايا. حنا جينا من طريق سيدي بوغابة، الطريق لي شفتو معايا هي لونطخي ديال لاك. كيجيو ليها لي فامي، كتكون تا هي عامرة، و تا هو لاك. و هداك التجزئة الفوق، ديك الطريق لي كتبان ليكم من الفوق، هاديك هي التجزئة لي كنت وريتكم شحال هادي. كيف شفتو معايا راها كطلع على لاك، ومن الجهة الأخرى كطلع على البحر. صراحة واحد التجزئة تكون غزالة ان شاء الله. غندير معكم شي نهار واحد الجولة كاملة تما ان شاء الله. ملي تبدا تبنى غتكون واحد التجزئة تما. كيف كتشوفوا معايا هذيك هي من الهيهرة، هذاك الخط الكحل اللي كيبان من الفوق، هذيك راه تما غتكون تجزئة كتطلع على اللاك. هذا هو اللاك. فين هذا ريم؟ شوفوا من هنا كتبان تما، شفت شحال طوموبيلات. المهم حنا غنمشيو ندخلوا ليها دابا، انتما معانا. كتشوفوا معايا هنا العائلات تيطيبوا هنا الشواط والجنات. الله يلا جاو زوين هناك. حنا صراحه ما عوالينش ما كون جبنا الفراش هكا وجلسنا، حنا غناكلوا دابا غير في الطوموبيل. يلا ديروا المعقيم وعاد نتغداو. 20 ثانية. ها انتوما غديوة اكسبسيونيل في الطوموبيل وفي الغابة.
لي ساندويتش خدينا صراحه غير دي ساندويتش هكا وحنا غنتغداو ان شاء الله في الطبيعه هذه وانتم معانا. يلا ديروا الكورس يلا. اه هادي راه طلعه غير شويه. ريما يلا سيري. يلا ريما مالكي تقلقات ريما حيت سبقوها. ريما مالكي مالك سبقوك صافي انا نقول له ما تسبقوهاش صافي يلا يا يلا بسمة الهبطة هادي طلعة كتكون قوية وليني في الهبطة خصكم تشدوا راسكم زوينة. يلا زيد نمشيو يلا اش خليو ريما تبقاكم هي اللون. يلا ريما يلا الي ريما الي ريما برافو سبقاتكم. يلا سير سير خليو خليوها تسبق يلا برافو برافو ريما فرحانة. شوفوا هذا المنظر صراحة غزال من هنا راه فين صورت لكم ديجا قبل من وهنا حنا طلعنا هنايا. يلا يلا ريما يا لابو ما في بارتي ريم بقات واقفة. هلا برافو دسمة شو شادي كي داير دسمة الهبطة ما بغاوش يمشيو ليا الدراري من هنا نهائيا. عجباتهم قال لك هاد الطلعه والهبطه كيلعبوا بيكالات صراحه مع الجو زوين. الدنيا هنا شحال عامره كاين اللي كيجي في الصباح هكا كيف قلت لكم كيديروا طويجنات هكا ويتغداو نوري مدسمو مدسمو وكاين اللي كيجي هكا حتى العشيه. شوف هكا منظر الغروب ولا شتي رضا الطيور هي هذيك راه واحد الطائره تما راه من واحد كاين بزاف هاي هادي زوينة هاي هنا كاينة نوحدي لهيها دسمو رجع له ارتاح هاديك البلاصة اللي فيها بزاف لهي شتي زوينة كيكونوا دوك البيضين عاوتاني دوك الطوال تاهما كيكونوا كانوا في الجهة من لهي. شوف 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 هو هذا هو ريم 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 شوف 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 شوفي ماما هي وحده هذه هي اللي تم تشوف جايه لعندنا تاكلنا وراه بارد كيفاش غيكون شوف انا عجبني الشجره هذا هذا النوع هذا ما عرف شنو سميتو غزال بحال الزهر هو ماشي ما فيش ريحه الزهر ما عرفتش اه اجي نشوفو هنايا كنكتشفوا خبايا موقع سيدي بوغاو نرجو احترام القوانين والتجهيزات لسما كان زوار اخرون من الاستفاده من هاب لكم انتم هنا دابا حنا هنا هادي انتم هنا وزيتيسي اتا هنا كتطلع من هنا كتمشي للمركز الوطني للتربيه هذيك البيئيه فين كنا الفوق واخا شادي نهزك واخا
هذا كيعطيك بحال دابا بغيتي تاخذ ممر طويل فيه 90 دقيقة قصير 45 كل شنو رضا؟ رضا شاف ديك الخريطة قال لك أنا غنمشي للممر الطويل. هادو هما أنواع الطيور اللي كيكونوا هما هادو. هذا هو اللي كنغاطس في الماء. هذا هو اللي قلت لك راه ما بانش لك اللي هي، وهذا هو اللي كنغاطس هو هذا. هو هذا. المهم هذه هي الانواع اللي كتكون. هذا سميتو الغطاس، هذا البط الغرفي، هذا ابو ملعقه الابيض. شو هذا سميتو ابو ملعقه الابيض. هذا النحام الوردي، هذا شنو سميتو الغره القرناء، هذا الحدف الرخامي. شو هذا حنس فيه بحال الرخام. هذا شنو سميتو لزات المستنقعات الصقر. شي دابا هاد الانواع هي اللي كتكون هنا وكتهاجر هنا. هذاك البيت المهجور شو هذا ديكور وبحال واقيلا بحال في الادغال. وديك هو شو شفنا الاشجار. يلا سير. ها البيت اللي كيبغي رضا هو هذا. ديما نجي هنا يقول لك يلا نمشيو لك البيت. واو زوين. واو يلا ندخلو. قالك طيح شادي كيتشاقر بغيتو. ها شادي دا اسمو مغامر. عندي هاد الولد والله الا مغامر. نو 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 عرفتي لها هبطتي من لهنايا. شوف شوف كتزلق البلاصة شتي. شادي غطيح. شوفي تعلق طلع بوحدو ولا لا طلع بوحدو. دا اسمو انت اللي كتحرك الشجره كاع. وريضه فين طلعتها؟ لاتي شوفوا هذا اسماعيل. اولي برافو. ريضه البطل وريما. ريما بغيت انا طلعت بروحي. اولي هذا واحد اليوم زوين هنا في محمية سيدي بوغابة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو مهم، فيديو خفيف بغيت نشارك معكم هكا الخريجة. خرجنا الوليدات لعبوا كيفتو معنا بيكالا بهكا تغدينا اللي قسم الله. ايوا الحمد لله دوزنا واحد النهار زوين. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا خديتوا واحد الفكره خفيفه ظريفه على هاد المحميه هاد. ومع غروب الشمس ديال اليوم الاحد كنقول لكم شكرا على المشاهده من هذا المنظر الرائع هنايا. كنتمنى هاد لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك وبكومونتير.